زيتونة كبيرة الحجم عندما تراها تبعث بالتساؤل عن عمورها وعن غارسها والظروف التي غرست فيها هي زيتونة زواغز تسمية بربرية قديمة تجاوزت مئة السنين نتج عن وجودها هالة من الأساطير أهمها الأسطورة التي تقول إنها زيتونة مقدسة اسمها زيتونة زواغز اسم قديم هو هي كبيرة عمرها حذال 1500 حاجة كيف يقولوا جدودنا هيك 1500 معناها وسموها مباركة جوها العباد من كل بلاصه يزوروها وواحد أيها. معناها وزيت حتى الزيتون نتاعها معناها نوعيه خاصه. هذه الزيتونه وان دلت على شيء فهي تدل على استقرار الرحل وتدل على خصوبه الارض. وها هنا ارض مزدهره تمتد على 25 هكتارا تنتج انواعا جيده من الغلال تصدر الى السوق الاوروبيه بالاساس نظرا لتحصلها على شهاده الجوده الاوروبيه. خوخ مشمش، حبه ملوك نعتمدوا اكثر على المشمش بدايه ساعة نحن في الاول نعمل كيفاش بدايه الربيع كيفاش نعملوا سقي تستو في الاول لكن نتاع القوتا قوت والواحد من بعدين نعمل وقت اللي تبدا الكعبه نتاع نصف سنتي سانتي نعملوا تخفيف متاع نتاع المشمش من بعدين نعملوا نتاع شهير حاجه كيف كانوا وندخلوا في في الجماعه نتاع المشمش أشجار على اليمين وعلى اليسار ثقلت بثمارها وأغرقت السوق الأوروبية بإنتاجها، إنتاج يصدر بنسبة مئة بالمئة نظرا لجودته وظروفه الطبيعية التي تسمح بجمعه في وقت مبكر على غيره في أوروبا. مشروع في إطار شراكة تونسية فرنساوية إيطالية الـ رأس مال أجنبي ، أربعة رأس مال تونسي. شركه خفيه الاسم تعتمد اساسا على انتاج اصناف من المشمش المحميه محميه بقوانين حمايه الملكيه الفكريه ملكيه الاختراع مشروع تونسي أجنبي يساهم في تشغيل اليد العاملة الموسمية والقارة يعتمد على الكفاءة المحلية له أفاق استثمارية قريبة ستساعد على تنشيط الحركية الاقتصادية داخل المعتمدية ثم امتداد للمشروع هذا بشركة ثانية وثم احتمال إنجاز مشروع آخر في الزيتين زاد المكثفة قد يخدم يد العاملة المشروع هذا؟ يد العاملة هذا فما زوز أصناف يد عاملة فما يد عامة الموسمية ما عمنا وصلنا خدمنا أه والله أيامات العمل بالضبط مقيد أما وصلنا خدمنا 130 140 طفلة في موسم الجني في سير الأيام معناها معدل متاع 20 عشرين, عشرين عنا زوز إطارات سامية وإن شاء الله سنا مقرين في انتداب مهندس فلاحي لأنه المشروع كبر. ارض لها كل المقومات الاساسيه التي تجعل منها فلاحه ناجحه ومزدهره بتوفر الموارد المائيه في حين غير بعيده عن هذه المنطقه التي تسمى العرق نجد البطحه ارض تكاد تموت من العطش هذه المنطقة الفلاحية يمكن أن تصبح مشروعا فلاحيا بامتياز إذا توفرت أبسط الشروط التي نجدها في أرض العرق وهي الماء هكتارات من الأراضي تعاني من الجفاف وقلة الماء وفي المقابل فلاح تضيع أماله أمام قلة الحيلة وضعف ذات اليد ليجد نفسه أمام أرض في طريقها إلى الهلاك عندي ستة هكتارات فصل عشرين فيها مال ألف, الف زيتونة ثمانية مائة زيتونة طاولة عمرها عشرين سنة تو معناها ما نجيبش ما الثمرة على خاطر الماء خاطر زيتون الطاولة يحب الماء مسكي ولينا عندي 14 نكتار 14 هكتار تعرف أربعة إذا كان نزقين بالزيتيرنا زيتيرنا ب 25 دينار تعرف إيش فيهم زيتون؟ فيهم 600 زيتون وتو تمشي تو هكا تعمل الزيتونة تتحرق وإذا كان تزقي بالزيتيرنا تسقي ب 25 دينار كرهت هالطبة وعلاش؟ على خاطر الماء ما ثمش من ناحية الماء وإذا كان سبحان الله الخامس عنده البير هذا ومعناها من 25 هكتار مستنفع منه كان معناها تركينة صغيرة من أرضه معناها بارابول نحن تعتبر أن هذه أرض نموذجية بالهموم اللي حكاها والمشاكل اللي حكاها و وهل روندمون اللي عنده هذا الكبير معناها كما تشوفوا فيه معناها هاي الجر معناها ميت نحن لو ثميكينا انا واحد من الناس وانه فلوسي وشهريتي انا موظف شهريتي يا اما كل شهر نسقي معناها سيتيرنا ب 15 دينار معناها 10 ستيرنات باش نجري الزيتونات هذوك يا اما نخليهم هم معناها من غير ما ويبسوا وناكل وذري والا معناها ناكل انا وذري ونخليهم هم يبسوا اراض شاسعه لا تتوفر فيها لا ماء ولا كهرباء يمكن لها ان تساهم في دفع الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العامله وامتصاص البطاله لان طبيعه الارض تساعد على الانتاج المتنوع من غلال وخضر بالاضافه الى توفر التجهيزات المعده لاستقبال اسلاك الربط الكهربائي لكنها ظلت مجرد شواهد على تجاهل سين احنا فلاحه مجموعه نتاع فلاحه متعدي علينا الكوابل الكوابل نتاع التربينا غاز هذه اللي تولد في الطاقه اللي تولد في الكورون الكتريك يمشي الجمهوريه كامله واحنا محرومين تحت معناها هو ما يزيش عمل التلوث التربينا هذيك غاز تعمل معناتها حتى الامطار حبست ما عادش عندنا تو ثلاث سنين ما عادش نشوف الامطار لي لهنا في هنا في العهد السابق والعهد البيض وكذا يعملوهم كان عند الناس اللي تعرف يجي سونداج يسقوا منه ثلاثه ولا اربعه اللح. معناها مليارات متكلف للدوله كيما لي بور اللي عملوا في تونس تعمل لك مطار في تبرقة في طبرقه ولا شنو في جهه معينه باش ما نقولوش كذا وتهبط فيه في الشهر طيار احنا زاد سونتاج يسقوا منه زوز ولا من ثلاثه فلاح مليارات خسر عليها الدوله <applause> فهمت وثم دي سونتاج مسكرين والله فما سونتاج مسكر على خاطر جاب فلان وجاب فلان في العهد السابق ومحطوط في ارضه ولا بجنب ارضه ومش مستغل جمل جم... قلة الموارد المائية والمتمثلة أساسا في الأبار العميقة هي ما تحول بين هذه الأشجار وبين أن تخضر أوراقها وتزهر أغصانها وتينع على غرار شقيقاتها القريبة من الماء والذي توفره بئر وحيدة بالكاد تكفي هذه الشجيرات إلى حين ولسان حالها يقول أعطني ماء أعطيك من خير الثمر انا واحد من الناس من الجماعه اللي عندي لهنا 23 هكتار المنطقه دي فيها 10 هكتارات واش عملت فيها بير البير جي انفستي معناتها 48 مليون 10 12 سنه التالي وخدمت صرفت 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 ديك وصلت لمرحله اني انا باش نصور علاش لانك انت باللي تخدم باللي تخدم باللي تخدم معناتها الفلاحه ما ثماش ماء ما, ما ثماش فلاح معناتها اذا كان ثم ما ثم فلاح ما ثماش ما ما ثماش فلاح البير هذا معناتها تو عامل الزجر هذا بور سيرفيفر يجي شهر واوت نبدا خايف حتى على قلب ماذا بي ما يجيش نشوف كي تشوف الزجر قداش يابس والانفستيسمون انا اللي عملتها معناتها تبقى حاير تبرمج الاستنتاج الاول ومشى في بلاصه اخرى هذا ما لحقتش عليه انا يعني لي اصحاب الفلاح هنا قالوا لي تعمل في منطقه فيها في ارض رئيس اتحاد الفلاحين والاهالي نتاعو تبرمج سنتاج ثاني معتها في السنوات الاخيره ولكن السنتاج هذا بعد ما تبرمج في المنطقه دي باسم البطحه تو هزوه لمنطقه اخرى آه وين المنطقه دي عملوه في ارض نتاع عضو المركزيه للحزب وعضو وال مجلس النواب حسب الولايات يعطيك صح والى حد الان مش مستغل تو في آه متبرمج سنتاج جديد انا قريت لابيل دوفر في الجريده آه باش آه حفر بئر عميقه ومعها احداث منطقه سقويه في منطقه البطحه من عيمه العرق المنطقه هذه آه ممول من سويسرا وجيت حتى مع جماعه اللي هما حبوا يشوفوا وين باش يعملوا السنتاج هذا عامل دركتور وعامل محاريث وعامل كل شيء وانفستيسمون ولكن في غياب الماء معناتها ما تنجم توصل حتى الحل وان شاء الله حتى في الضوء فكرت انا باش نعمل سنتاج وحدي ومشني مشني مؤمن بالقروض انا لحكاية حكيت لي زنتري لكن جو سي اوبليجي في الوقت هذا اذا كان جانا الضوء نولي جو نعمل حتى استنتاج وحدي لكن نحن لا غاز لا مال ضو كما يقولوا وباتصالنا بالمندوب الجهوي للفلاحه السيد الفهم الشرفي افادنا بانه من المقرر بناء بئر عميقه في منطقه البطحه بتمويل سويسري الا ان هذا المشروع معطل في الوقت الحالي نظرا لاختلاف الاراء حول موقع البئر فبعض المواطنين قدموا عارضة للمندوبية يشيرون فيها إلى رفضهم بناء البئر في أراضيهم مع العلم أن هذا المشروع مشروع تقدر كلفته ب 250 الف دينار. خصوبة هذه الارض التي تنتظر استغلالا يليق بها تشبه كثيرا اثارها المهدده بالطمس. تهديد نجت منه تلابت لالاف السنين لكنها قد لا تصمد امامه اكثر من ذلك خاصه مع مجاورتها لعدد كبير من مقاطع الحجاره. المشكل الاساسي لهذه المدينه لهذا الموقع الاثري هو وجود كما نلاحظ كان ممكن يمكن ان نصور ذلك وجود مقطع للحشاره داخل المدينه الرومانيه هذا طبعا اثر واثر كثيرا على المشهد هذا المشهد الثقافي وتغييره وممكن حتى اتلاف بعض المعالم منه وبالاضافه الى ذلك هذه المقاطع في فريانا قد تكاثرت تكاثرت لانها اصبحت تحيط بكامل المدينه وهذه المقاطع لها تاثير سلبي على التراث كما شاهدنا في تلابت ولكن ايضا على السكان على صحه السكان بالامراض الربو وامراض الحساسيه وغير ذلك من الامراض تلابت تلك المدينه الرومانيه ممتده الاطراف تصل الى حدود تبسه الجزائريه اثارها تدل على عراقه المنطقه وعلى الحضارات التي تعاقبت عليها من خلال بقايا المعابد المسيحيه والحمام الروماني والحصن الدفاعي جمال هذه الآثار امتزج بجمال الطبيعة والجبال، ما يؤهلها بأن تكون مدينة سياحية تكرس ثقافة السياحة البديلة. هي مدينة حقيقة لأنها المدينة الرومانية تتأسس على ثلاثة عناصر، هذه العناصر موجودة في مدينة لابت هو الحمام الروماني والذي نشاهده الآن وكذلك المسرح. والفوروم هذه العناصر موجودة في مدينة تالبت وبالتالي هي مدينة كانت لها دور هام اقتصادي وثقافي وسياسي وكذلك اجتماعي عندما نتحول إلى المفهوم الحديث للسياحة وهي السياحة الثقافية نحن نعرف أن هذه الربوع تحتوي على أثار وعلى يعني ثروة أثرية وتراثية متنوعة وهامة جدا وبالتالي عندما يقع تثمينها عن طريق مسالك سياحية وعندما يقع الاهتمام بها وإبرازها والحفاظ عليها والمحافظة عليها من أجل معناها نقلها إلى الأجيال المقبلة عندئذ سننمي السياحة ونخلق مواطن شغل وخاصة نثمن هذا التراث نقطة مضيئة في فريانا لم يصبها ما أصاب الآثار ظلت قبلة للعشرات لحفظ القرآن وترتيله الفرع الزيتوني القديم ظل بابه مفتوحا منذ بداية القرن الثامن عشر حاب يعملها منارة علم لأن العلم فهمت في الفترة هذه مقتصر على من القيروان للجريد يعني الوسط هذي كله فاضي في شو كانت مركز اتصال فهمت ما بين البلاستين هذوما فهمت ولا وخذت صيت كبير ياسر فهمت ولا بالنسبه للحجيج المار بها وبالنسبه للناس المتشاهبة يعني المتلهفه على العلم وقتاش تبنيت سامحني؟ هذه تبنت في هو بناها عمره 25 سنه بداها في عمره 25 سنه شيخ فهمني تبنت في 1709 1709 دخلت تحت ظل جامع الزيتونه ووصلت فهمت يعني مرحلة أولى من جامعة الزيتونة من هنا يعني يتأهلوا لهنا ويقبل الأهلية يعني كان فرع زيتوني كان فرع زيتوني فهمت لو وخرجت عديد من العلماء وعديد فهمت معظم القضاة ومعظم خريجي الزاوية من هنا كاين الزاوية معناها تعتبر من من أعز الزوايا معناها في 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 تونس يوم كنت تكون الرابعة هي كيف في تونس. قولي شو اسمك؟ في إيدت ليلى. منين جيت؟ من سيد بوزي علاش جيت لهنا؟ باش نقرا قرية أنا. اها. في الستين. شكون قال لك عليها؟ عندي عمي قرا لهنا قبل. اها. فاضل ستين عند سي صالح قال تحب تقرا كما قلت له ما يصيرش. قديش عندك توا هنا؟ عندي خمسة شهور. وش فيه. حفظت فيهم؟ حفظت سبع حزام. رغم هذا الاشعاع الذي تحيط به زاويه احمد تليلي الا ان هناك صعوبات تطفو على السطح من حين الى اخر ينقصنا ينقصنا مدرسين لأننا نحن فهمت ندرس على المذهب المالكي الاشعري يعني كما كانت قرية زيتون قبل والمذاهب كما تعرفي تفرقت ياسر مذهبين على الطينه الاولى نتاع الزيتونه على مدرسين اصلا من الاصيل تكوين ديني لان فهمت الارضيه الموجوده هنا بريسك يعني حاضره حتى من يعني التلاقح حتى الاجيال هذا يبقى العلم هذاك ما مشيش اما نقص أه الاكل والشرب عندنا شويه صعوبات في الاكل والشرب لان ناكلوا من برا كل طالب يهزم مع قفه ويمشي لدار لكن فما اللي يحشم فما يحشمش وليد صغير معنا في يمشي ما لكن واحد كبير كيف ينا والاخر الأخر ما ينجمش نحب الزاويه هذه يعني جينا معنا ناس يدرسونا من تونس من الزيتونه ونحبوا فتي علاش لا يعملوا طباخه وكبروها الزاويه ميزه ظلت راسخه في اهالي فريانة منذ القديم وإن دلت على شيء فهي تدل على الكرم والجود الذي تأصل في السكان وحسن الاستقبال الذي يحظى به هؤلاء الطلبة طالب اللي جينا من برا الاهالي نتاع الزاويه هنا كاين هم اللي مش مهالي زاوية برك هالي فريانه كامله فهمت كل واحد يرتب طالب يعني طالب ياكل ويشرب فهمت المحتل يحفظ القران يمشي على روحه السكن هنا مدينه اثريه منذ عهد الرومان منارة دينية تستقطب الطلبة لقراءة وتجويد القرآن الكريم منطقة فلاحية بامتياز تنتج أجود أنواع الغلال للسوق المحلية والخارجية هذه هي معتمدية فريانا التي تنقصها عديد ركائز لتكون قاعدة اقتصادية وثقافية وسياحية ذات إشعاع عالمي لقناة القلم الفضائية كانت معكم أميرة مقني معتمدية فريانا قسري